لماذا ندرس التوحيد؟ رورين وشا توحيد تمي ندرس التوحيد لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على جميع الخلق. رورين وشا توحيد كفروا وشا توحيد نن بن ستي خون الله تي باو بني هاي كبرا أم خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. روتوب سان كنما فيتي جا هاي عبادة تفرأون بيان فوديو لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله جمعي صنع رب عبادة خون فودي يوك وين وا فونان جاتو مي توحيد لا يدخل الجنة إلا موحد جمعي مي كاي خاو سوان يوك وين فوتي مي توحيد تونان. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ أجمي كون تاوا تان كو فوتي مي توحيد شاي مي؟ تقول نعم أنا موحد شاي شان كو فوتي مي توحيد. يقول بين لي هذا التوحيد اشرح لي هذا التوحيد خوكا جاكلا وا تانغان كو جون أتيبا هيك بشان تي توحيد كو أري. إذا عرفت التوحيد فأنت موحد وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذا كذب عندما تقول أنا موحد. ถ้าหากว่าท่านรู้จักเตาฮีดคืออะไรท่านคือผู้ที่มีเตาฮีดแต่ถ้าหากว่าท่านคือเป็นคนที่ไม่รู้จักเตาฮีดก็เท่ากับว่าท่านก็ไม่รู้จักเตาฮีดเหมือนกัน ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك บางทีก็อาจจะมีคนถามท่านว่าท่านเป็นผู้ตั้งภาคีไหม تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك أنا موحد ท่านก็จงตอบว่าขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ฉันคือผู้มีเตาฮีดฉันไม่ใช่ผู้ตั้งภาคี فيقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليك และเขาก็จะถามว่าอะไรคือชิริกที่อัลเลาะห์ทรงห้ามพวกเราไว้ اذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري ถ้าว่าท่านไม่รู้จักว่าชิริกคืออะไรบางทีท่านก็อาจจะตกไปอยู่ในหมู่ผู้ทําชิริกโดยที่ท่านก็ไม่รู้